السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن الآن متواجدين في شيشيليا، وهذا هو المسجد. الآن الأذان ما شاء الله بمكبرة الصوت، ما شاء الله ما شاء الله. انظروا انظروا، الحمد لله الحمد لله والله أكبر. الأذان يرفع في المئذنة ما شاء الله، وهذا في إيطاليا. انظر ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. نعم، نحن في مدينة شيشيليا. انظروا، إذن المسجد ها هو كما رأيتم إلى جانب الكنيسة، والكنيسة ها هي. ما شاء الله، فكما قلنا المسجد إلى جانب الكنيسة هنا بإيطاليا، بل الأذان بمكبرات الصوت. الحمد لله، هذا شيء يبشر بالخير. الآن هذه كنيسة، لربما كانت مسجدا في السابق. انظر الآثار. هذه هي الكنيسة، وهذا هو المسجد قريب منها هنا في هذه يعني الزنقة يعني. وشيء عادي الأذان ما شاء الله بأعلى صوت، تكبير الله، إعلاء كلمة الله، كلمة الحق. انظروا إلى جانب الكنيسة مباشرة. الحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله، الآن هذا أخونا إيطالي أسلم ما شاء الله، الآن ينتظر الصلاة حتى يصلي معنا. فهلا بريغيرا إن شاء الله كون نويا دستورو سي كونتينتو ومي تروفاتو إسلام. الحمد لله سوني الإسلام رجع الدير كو بيكي تروفات مي كامانتو مي تروفو بيني كوني فتال. أنا الحمد لله أسلمت، ويعني وجدت خير كثير مع إخوة المسلمين. سي ملتو بلو كوستن شيء جميل جدا إتو تفتال كونش فرالي مانجارة واللوردو وميرو ما شاء وأصبحت يعني ارتباط كبير بالإخوة المسلمين، جالسهم أجلس معهم يعني. نعم ما شاء الله، الله قبول إن شاء الله، الله يتقبل، الله يثبت، الله نعود معه بالتبات إن شاء الله. حفظكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.